مشكلة اسماعيل، الحكاية بنتي مش محتاجة فكاكة، وابوك ابن سوق وعارف كل حاجة وافهمها وهي طايرة، واعرف اللي مش شغال من ريحته والعويل من كلامه، وسماك دي بتاعك ده طول عمره عويل ورامي نفسه في حضن امه. يابا لما نتجوز هيتزبط يابا. ومين بقى اللي هيظبطه راح ابوكي؟ امه الكفيفة اللي عايزة حد يسحبها في الراحة وجاية، ولا اخته الدكتورة اللي بسألها يوم للجواز، ولا انت بقى يا شملولة يلي مش عارفة مصلحتك فين؟ مصلحتي؟ مصلحتي في اللي انا بحبه. واللي بتحبيه لا شغلة ولا مشغلة، عيل صايع رامي بلاه على اللي يسوى واللي ما يسواش، ما يجي يقف معانا هنا ويرزق. هو عنده شغله اللي هو ايه؟ فني تكييفات وغسالات وبوتاجازات.